أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يمسك مصحفا ويقرأ منه في الصلاة؟ صلاة الفريضة ما يقرأ فيها بالمصحف، لأن المطلوب في صلاة الفريضة قراءة متيسرة، قصار السور أو آيات، والركن والواجب هو الفاتحة، وما زاد عليها فهو سنة، فالفريضة ما تحتاج إلى مصحف، إنما هذا في صلاة التراويح أو يتهجد بالليل لا بأس يقرأ من المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع. يقول السائل: ما حكم الصلاة على رجل قام بقتل نفسه عن طريق الانتحار؟ يصلى عليه لأنه مسلم، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل ردعا له ولأمثاله، أما بقية المسلمين فيصلون عليه، ولا يجوز تركه بدون صلاة لأنه مسلم، وإن فعل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه مسلم. نعم. هذا يسأل، يقول: الشخص الذي فضيلة الشيخ مصاب بالغازات وهي مستمرة معه، كيف يتعامل مع الصلاة؟ يتوضأ عندما يريد الصلاة، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء فصلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، وهذا هو الحدث الدائم كحدث سلس البول وما أشبهه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية الصلاة على الميت، وما هو الدعاء المشروع على الصغير وعلى المرأة، هل هما سواء؟ صل مع المسلمين على الجنائز وتعرف كيفية الصلاة على الميت، المسلمون يصلون على الأموات ولله الحمد، صلي معهم وتعرف بذلك الصلاة على الميت. نعم. وبالنسبة للدعاء للصغير والكبير، هل هو سواء؟ يدعى للكبير بالمغفرة والرحمة، ويدعى للصغير بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله شافعا لوالديه، يدعى لوالديه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء ثم استخلف أحدا مكانه، فهل يكمل بهم الصلاة أم يعيد من أول الصلاة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يستأنف بهم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من لا يخشع في الصلاة، وهل تكون الصلاة مقبولة؟ الصلاة لا يؤمر بإعادتها لأنه صلى، ولكن الخشوع هذا ليس من شروطها أو أركانها أو واجباتها، إنما هو روحها، فلا تقبل صلاة بغير خشوع أو حضور قلب، لا تقبل بغير حضور قلب، وليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها. يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وعليه أن يتجنب الشواغل التي تشغله عن الخشوع، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضر الطعام لأنه يشغله، نهى عن أن يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين البول والغائط، لأنها شواغل، فعلى الإنسان أنه يدخل في الصلاة وهو فارغ البال وفي مكان وزمان مناسب لراحته في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا هناك العديد من المساجد قرب أضرحة وقبور لأولياء صالحين، هل يجوز الصلاة في هذه المساجد، وماذا ينبغي لنا فعله؟ إذا كانت القبور متصلة بالمساجد لا يجوز الصلاة في هذه المساجد، لأنها على قبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، قال: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يصلى في هذه المساجد لأنها ليست لله، هذه مساجد شرك، مع هذه أحسن تسمى مشاهد ما هي مساجد. فأما إذا كانت القبور مفصولة عن المساجد بطريق أو بفضاء وليست متصلة بالمساجد فلا مانع من الصلاة في هذه المساجد لأنه لا محذور فيها. نعم. الله عليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في ثوب أسفل الكعبين؟ لا، الصلاة تصح لكن مع الإثم، تصح الصلاة لكن مع الإثم على الإسبال، فلا يجوز أنزل من الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما في الحديث الصحيح،
لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح صلاة المرأة وذلك بمتابعتها للصلاة من التلفاز في صلاة التراويح لأنها لا تحفظ القرآن وتريد الختم؟ لكن الإمام وينهو، يمكنه بالمشرق وهي بالمغرب. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا إلا تأتم بالإمام مباشرة، صلي وراه، صلي وراه في المسجد أو ما هو متصل بالمسجد. وأما على التلفاز هذا ما يجوز، أولا للبعد بين الإمام والمأموم، وثانيا قد يختلفون الإمام بالمشرق وهي بالمغرب أو بالعكس. التلفاز، التلفاز يبث من بعيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المقرفون، المقرفون ما اللي يطلع صوته للبيوت ما يجوز لأهل البيوت يصلون عليه، المقرفون وهو قريب ما يصلون عليه لأنهم ما هم في المسجد ولا في مكان يتصل بالمسجد، ليسوا في مكان الائتمام، فكيف بالتلفاز اللي يجي من بعيد من المشرق والمغرب؟ نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء معكم بهذا السؤال للأخ أبو عبد الرحمن، يقول: صلى رجل بآخر في صف واحد إلا أن المأموم تقدم على إمامه قليلا في الصلاة، في صلاة الإمام والمأموم صحيحة؟ إذا كان تقدم كثيرا فلا تصح صلاته، أما إذا كان تقدم يسير فلا بأس بذلك، يعفى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يمسك مصحفا ويقرأ منه في الصلاة؟ صلاة الفريضة ما يقرأ فيها بالمصحف، لأن المطلوب في صلاة الفريضة قراءة متيسرة، قصار السور أو آيات، والركن والواجب هو الفاتحة، وما زاد عليها فهو سنة، فالفريضة ما تحتاج إلى مصحف، إنما هذا في صلاة التراويح أو اللي تهجد بالليل لا بأس يقرأ من المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يسأل يقول: أنا متزوج وكنت متزوج ثم تركت الصلاة. أنا يقول رجل متزوج ثم تركت الصلاة وذهبت زوجتي إلى أهلها ثم عدت وصليت، فهل يلزم عقد جديد للزواج؟ إذا كانت انتهت العدة وهو تارك للصلاة فإنها لابد من عقد جديد بعد التوبة، أما إذا كان تاب إلى الله قبل أن تخرج زوجته من العدة فإنها لا تزال زوجته ولا تحتاج إلى تجديد عقد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز بعد تكبيرة الإحرام فرقعة الأصابع وإدخال النظارة في الجيب؟ فرقعة الأصابع لا تجوز لأن تدل على الكسل وعلى العبث، لا تجوز فرقعة الأصابع. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ السائل يقول: هل قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد كل صلاة وصلتي أيضا الفجر والمغرب وذلك ثلاث مرات تحميه بإذن الله من العين والسحر؟ نعم، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص المعوذتين بعد كل فريضة هذه سنة وورد، يحميه الله به من العدو من شياطين الإنس والجن، فهو حرز له، وتكرار السور الثلاث يكون بعد الفجر وبعد المغرب، وأما بعد بقية الفرائض فتكفي قراءتها مرة مرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثرة الوسواس في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا، ما يبطل الصلاة، ولكن يذهب بالثواب، ثواب الصلاة، ما يكتب لك من الأجر إلا بقدر ما حضر فيه قلبك. نعم. أنا يسأل يقول: الشخص الذي فضيلة الشيخ مصاب بالغازات وهي مستمرة معه، كيف يتعامل مع الصلاة؟ توضأ عندما يريد الصلاة، توضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء فصلاته صحيحة لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، وهذا هو الحدث الدائم كحدث سلس البول وما أشبهه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أواجه مشكلة الوسواس في الطهارة والصلاة والعقيدة. نعم. يقول أنه أواجه مشكلة الوسواس في الطهارة والصلاة والعقيدة. علاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم،
هذا أول علاج وأحسن علاج. ثانيا عليك أن ترفض الوسواس ولا تلتفت إليه فسيذهب عنك بإذن الله. أما إذا تفاعلت معه وأهمك إنه يزيد عليك. نعم. أثابكم الله، ما حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة، وهل تعتبر ذلك تشبها بالرجال بالرغم أني ألبسها على الرأس إذا خرجت خارج المنزل؟ لا حاجة إلى العباءة في المنزل، تلبس ثياب ضافية وتصلي فيها بدون عباءة، وأما عند الخروج فلا بد من وضعها على الرأس لأنها ليست للزينة. العباءة ليست للزينة، العباءة للستر فقط، ولا يكون فيها زينة، تكون خالية من الزينة لأنها للستر فقط ولا تلفت الأنظار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أتيت الصلاة وقد فاتتني ركعة وسهى الإمام وصلى خمسة ركعات، هل آتي بركعة؟ نعم، لا بد تأتي بركعة لأن اللي جابها الإمام زائدة، والزائدة ليست صلاة ولا يعتد بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز الصلاة خلف إمام أباضي الذي عنده عقيدة تخرجه من الدين؟ لا يصلى خلفه. الذي عنده عقيدة مكفرة لا يصلى خلفه، أما الذي خطأه دون الكفر فهذا يصلى خلفه ما دام أنه في دائرة الإسلام، ولو كان عنده بعض المخالفات ما دام أنه لم يخرج من الدين يصلى خلفه. نعم، هذه قاعدة، ما نقول فلان ولا فلان، نقول هذه القاعدة، من لم يخرج ببدعته أو بخلافه لم يخرج من الدين فإنه يصلى خلفه، وأما من أخرجته بدعته من الدين فلا يصلى خلفه لأنه ليس بمسلم. نعم، نقول لكم القاعدة فقط، على أن بعض الفقهاء يقولون لا يصلى خلف الفاسق حتى ولو لم يكن كافرا، لأنه يشترط في الإمام العدالة، فالفاسق الذي يفعل كبيرة من الكبائر لا يصلى خلفه، هذا عند بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه يصلى خلف كل مسلم ما دام أنه لم يخرج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، صليت العصر في الجماعة الثانية خلف رجل يصلي بسرعة بدون طمأنينة حتى إني لم أقرأ سورة الفاتحة كاملة ولا في ركعة، فما حكم صلاتي؟ إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة فتكفي قراءة الإمام، أما إذا تمكنت منها فإنك تقرأها، لكن لو جيت والإمام راكع تركع معه تجليك، لأنه تكون قراءة الإمام للفاتحة تكفي، أو أنك ما تمكنت من قراءتها لسرعة الإمام كما تقول، أو لأنه لا يسكت يترك لك فرصة، فتكفي قراءة الإمام وتكون معذورا في ترك قراءة، لأنهم يقولون إن قراءة المأموم خلف الإمام ليست ركنا وإنما هي واجبة، إنما هي واجب من واجبات الصلاة، فإذا تمكنت تأتي بهذا، وإذا لم تتمكن أنت معذور. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول السائل أحيانا أشك في ركعات صلاتي فأبني على غلبة الظن وأسلم، ثم بعد السلام أأتي بركعة وأسجد للسهو احتياطا، فهل هذا العمل صحيح علما بأنني كثير الشك في صلاتي؟ كثير الشك في صلاتك هذا من باب الوسواس، ما هم من باب الظن، أنا من باب الوسواس، اترك الوسواس لئلا يزيد عليه، وأكمل صلاتك ولا تلتفت إلى الوسواس. أما لو أنه ما هو من باب الوسواس وإنما هو من باب الشك، في فرق بين الوسواس وبين الشك، إذا كان من باب الشك فإن القاعدة أنك تبني على اليقين، إذا شككت هل صليت ثلاثة أو أربعة فاجعلها ثلاثة وتأتي بالرابعة وتسجد للسهو، تبني على اليقين. بعض العلماء يقول يبني على غالب ظنه ويسجد للسهو، يبني على غالب، فإذا غلب على ظنه أنه صلى أربع يبني على ذلك ويسجد، لكن يسجد للسهو. نعم.
يقول السائل: رجل تأخر عن صلاة المغرب فأراد أحدنا أن يتصدق عليه، فهل يصلي معه ثلاثا أم أربعة؟ وهل يجوز التصدق على هؤلاء بعد صلاتي الفجر والعصر؟ إذا جاء أحد للصلاة وقد صلى الناس، يستحب للحاضرين أن يقوم من يصلي معه جماعة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على من يتصدق على هذا فيصلي معه، فهذا فيه أجر فيه ثواب، وأنت تصلي مثل صلاته، إلا إذا كانت كما ذكرت صلاة المغرب فإنك تجبرها بركعة، أنه لا يتطوع بثلاث إلا في الوتر، أي يتطوع بثلاث إلا في الوتر. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شخص أقيم في دولة النرويج في أوروبا، ولدينا مسجد نصلي المغرب والعشاء جمعا طوال السنة، وذلك بحجة غروب الشمس لمدة ساعتين، وأحيانا تمر أيام لا تغرب الشمس فيها، فما الحكم أثابكم الله؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي حكم الصلوات الذين يكونون عند القطب أو قريب من القطب، يمر عليهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر، ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء، اجتهدوا فيها وصدرت فيها قرارات، أقربها والله أعلم إن كان حولهم بلد يأتي فيها الليل والنهار، فحكمهم حكم البلد القريب منهم، يصلون مثل صلاة البلد القريب منهم. أما إذا كان ما عندهم بلد يأتي فيها الليل والنهار خلال 24 ساعة، ويأتي الليل والنهار بلا شك، لكن خلال 24 ساعة إذا كان يأتي ليل ونهار فيصلون صلاة الليل في الليل وإن كان قصيرا، ويصلون صلاة النهار في النهار وإن كان طويلا خلال 24 ساعة. أما إذا كان ما عندهم ليل ونهار خلال 24 ساعة فيقدرون تقدير، يقدرون النهار تقدير ويصلون، يقدرون الليل تقدير ويصلون، ما لهم إلا التقدير. نعم. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. السائل يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أم لا؟ لا شك في ذلك، أن من السنة رفع الصوت بالذكر الوارد، الذكر الوارد بعد الصلاة، وهذا شيء موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، وكان الأطفال والصغار كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا نعرف انتهاء الصلاة بسماع الذكر. نعم. تقول الأخت السائلة بأنها ملتزمة بشريعة الله وبالأوامر الشرعية، ولكنها تعاني من كثرة الوساوس وخصوصا عند الوضوء والصلاة، ما الذي يبعد ذلك عنها؟ ذكر الله، تكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان. ثانيا ترفض الوساوس، لا تستسلم لها ولا تهمها، ترفضها رفضا تاما، وتمضي في وضوئها وطهارتها وفي صلاتها، تمضي فيها. نعم. يقول أيضا: هل الجمع في السفر سائغ أثناء الإقامة في المدينة التي يريدها؟ هذا حسب الإقامة، إذا كان ما يدري مدة الإقامة، أقام لقضاء حاجة ولم يدري متى تنتهي، هذا يقصر، أو أقام أربعة أيام فأقل، نوى إقامة أربعة أيام فأقل، يقصر أيضا. وأما إذا أقام إقامة أو نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة من حين يصل إلى البلد، لأنه أصبح مقيما وانقطع السفر في حقه. نعم. وأما آخر سؤال فيقول أثابكم الله: ما حكم من فاتته الصلاة ثم دخل المسجد فوجد أن الصلاة التي تليها قد أقيمت، فماذا يفعل؟ يدخل معهم بنية الصلاة الأولى، يدخل معهم بنية الصلاة الأولى، فإذا صلاها معهم قام وأتى بالصلاة التي بعدها. يقول السائل حفظكم الله، يقول يعني يرجع عرض سؤاله، يقول أنه يأمر أصحابه بالصلاة حتى أنه من كثر الأمر أصبح عدوا لهم برأيهم، فما توجيه سماحتكم؟ ما هو بعدو لهم، بل هو أصدق الأصدقاء لهم ويريد لهم الخير،
عدوهم الذي ينهاهم عن الصلاة أو يشجعهم على التهاون بالصلاة، هذا عدوهم. أما الذي يأمرهم بالصلاة هذا هو الناصح لهم والمشفق عليهم الذي يهمه أمرهم، فهذا يجب أنهم يعرفون قدره وأنهم يأخذون بنصيحته بدل أن يتهموه بهذا. نعم. بالنسبة لمنزلة الصلاة من بين سائر العبادات، ما فضلها وفضل المحافظة على هذه الفرائض؟ الصلوات الفرائض جاءت بعد التوحيد، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا دين لمن لا صلاة له، من ضيع الصلاة فأخرجها عن أوقاتها أو تساهل فيها فإنه عليه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هذا في إضاعة الوقت. وأما تركها بالكلية متعمدا فهذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل. ولا دين لمن ضيع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. من ضيع الصلاة متعمدا ليس له دين حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا على الصلاة، كما أن البيت لا يقوم إلا على العمود. هذا سائل صاحب الفضيلة يقول: لزميل لا يصلي فنصحته فلم يستجب، فأخبرت المسؤول عنا وقلت له إنه يخاف من النقل فأنصحه بأن يصلي وهدده بالنقل، فغضب مني زميلي. السؤال: هل فعلي هذا خطأ، وما هو الواجب تجاه نحوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الذي لا يصلي ليس بمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة، ولا يكفي أن هذا الذي إنه ينقل، بل يجب عزله عن الوظائف، بل يجب قتله إذا لم يتوب إلى الله حافظ على الصلاة، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وما فعلته معه فله الواجب عليك من النصيحة، تذكير بالله، وإذا لم يقبل وأصر على ترك الصلاة فإنه يجب قتله. ولا يكفي أنه ينقل من الوظيفة، بل أصل توظيفه غلط، لا يجوز يولى كافر أعمال المسلمين، لأنه يكون قدوة لغيره. نعم. السائل الشيخ: كنت شابا طائشا فترة شبابي فتركت الصلاة لمدة 6 أشهر، ومن الله علي بالهداية والاستقامة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، هل أقضي الصلوات التي تركتها في بداية عمري، وهل تقضي الصلوات؟ الصحيح الراجح أن الصلاة المتروكة عمدا لا تقضى، وإنما يتوب الإنسان ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته. إنما التي تقضى هي الفائتة بسبب نسيان أو بسبب نوم، هذه التي تقضى. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يذكر العمد المتعمد تركها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجب على المسلم وهو في الصلاة إذا عطس أن يحمد الله؟ نعم، يحمد الله لكن ما يرفع صوته. نعم، إلا مشروع أنه يحمد الله بعد العطاس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: والدتي لا تحسن أداء الصلاة كما ينبغي، فهي تخطئ في الفاتحة وعدد الركعات أحيانا والأقوال في السجود والركوع. علمها حقها عليك أن تعلمها،
ما تقرأ في صلاتها وما تقوله في دعائها في الركوع والسجود، علمها يا أخي، كرر عليها. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما القول الراجح في وضع اليد في الصلاة؟ هل هي على الصدر أم على السرة؟ الراجح أنها تكون فوق السرة، وفي رواية أنها في حديث أيضا أنها تحت السرة، فوضع اليدين إما تحت السرة وهذا المذهب، وإما فوق السرة وهذا هو الصحيح. وأما وضعها على الصدر فلم يثبت به حديث، هذا ما رجحه شيخ الإسلام في شرح العمدة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل فاتته الصلاة فصلى هو وأبناؤه، ووقف واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فأحد الأشخاص سحب الأولاد إلى الخلف، وبعد الصلاة أنكر على الذي سحب الأولاد وقال هذا لا يجوز لأن الأولاد لم يبلغوا سن الرشد، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكيف يصلي الأولاد؟ هذا غير صحيح. الأولاد ما داموا مميزين فإنهم يصفون خلفه، ما في بأس، صحت صلاتهم لأنهم مميزون يصلون خلفه، فهو أخطأ في هذا. وإذا قاموا عن يمينه وعن شماله إذا صار الإمام وسط الصف لا بأس أيضا، كله جائز الحمد لله. نعم، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأنه شاب يسافر خارج بلده، يقول: ولكنني أحيانا تفوتني الصلوات ويفوتني أن أصلي الصلاة في وقتها، مثل أن أكون نائما من قبل صلاة الفجر ولا أصحو إلا بعد صلاة العصر، والذي أقوم به هو أنني أصلي صلاة العصر في وقتها، أما باقي الصلوات التي تفوتني فإنني لا أصليها تكاسلا، وعند عودتي إلى بلدي فإنني أصليها مع باقي الفروض، مثلا الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر بحسب عددها. والسؤال: ما هو الأصح في مثل هذه الحالة لمن فاتته الصلاة تكاسلا أو نسيانا، وما الحكم في الشريعة؟ الصلاة فريضة عظيمة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة. وقد قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الواجب أن الإنسان يصلي كما أمره الله، لا يصلي كما تأمره نفسه، يصلي كما أمره الله في وقت الصلاة مع الجماعة، ولا يضيع الصلاة، يضيع وقتها أو يضيع الجماعة. والنوم ليس عذرا دائما، إنما النوم العارض الذي يأتي على الإنسان وهو عازم على الصلاة في وقتها وعازم على الصلاة مع الجماعة لكن يغلبه النوم، فهذا يكون معذورا، ولكنه إذا استيقظ يبادر بالصلاة. كذلك إذا نسي صلاة فإنه يبادر بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. وما ذكره السائل خطأ، أنه يترك صلوات متعددة بحجة أنه ينام، لا يجعل النوم مانعا له من الصلاة، بل يحسب للصلاة حسابها ويعزم على الاستيقاظ لها. أما أنه يتساهل وينام وتمر عليه صلوات كثيرة كما ذكر ثم يقضيها بعد ذلك، فهذا من المضيعين للصلاة. قد قال الله جل وعلا: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، وكذلك من إضاعة الصلاة ترك الجماعة، وهو يقدر على صلاة الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. الصلاة هي عمود الإسلام، إذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. المسلم إذا اهتم بصلاته حسب لها حسابها، لأنها هي عمود الإسلام، فلا دين له إلا بالصلاة، كما أنه لا يقوم البيت إلا على عمود. فماذا يبقى عند الإنسان إذا ضيع صلاته؟ وليس المطلوب أنه يصلي على حسب رغبته، وإنما الواجب أن يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. والذي
يعتاد أنه ينام عن عدة صلوات هذا مضيع ومفرط. إنما العذر في النوم العارض بعض الأحيان. الواجب على المسلم أن يرتب وقته وأعماله مع الصلاة، يترك للصلاة وقتها فيصليها في وقتها، ويجعل للأعمال وقتا آخر، يجعل للأعمال وقتا آخر. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا سمع النداء يقبل على الصلاة ويترك أعمال الدنيا والبيع والشراء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وماذا يبقى عند المسلم إذا كان مضيعا للصلاة؟ لا يبقى عنده من دينه شيء. فالواجب تنبه لهذا الأمر والاهتمام بالصلاة وأدائها على الوجه الذي أمر الله به حتى تكون نافعة له. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي ثقيلة على الكسالى وعلى الذين لا يتصورون مكانة الصلاة، إلا على الخاشعين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فإنهم يحافظون على صلواتهم.